الأرصاد الجوية تحذر من موجات برد وثلوج على بعض مناطق المنطقة. ماذا وفرت الحكومات لسكان المناطق الأكثر تضرراً؟ اليونيسف: ثلثا أطفال موريتانيا يعانون من فقر الدم. وقاعدة العشر سنوات: غير حياتك مرة كل عقد. برنامج اليوم مع رغدة إبراهيم وباسل صبري. صباح الخير مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اليوم، وصباح الخير عليك يا باسل. صباح الخير يا رغدة. باسل، في الأشهر الأخيرة هذه ربما يشتد البرد أكثر على بقاع عديدة في العالم، ربما بعض المواقع أكثر من غيرها. على سبيل المثال، واقع سكان المناطق الجبلية مع اشتداد الشتاء القارس هناك هو واقع محزن وغير إنساني على الإطلاق، ولكن لماذا نقول هذا هنا؟ لأنه في هذه الأوقات من كل عام تتحول نشرة الأرصاد الجوية لما يشبه الكابوس بالنسبة لسكان المناطق النائية، وهي الأكثر تضرراً من تقلبات الشتاء في الدول العربية نتحدث هنا. هذا صحيح يا رغدة، فهذا الغطاء الأبيض بالنسبة إليهم ليس مصدراً للفرح والسعادة كما هو الحال في بقاع أخرى حول العالم، لأن الشتاء بكل تقلباته يعني البرد القارس، الثلوج المتراكمة، انقطاع الطرق والمؤونة وسبل الحياة في ظل انعدام وسائل التدفئة والنقل والاحتياجات الأساسية. ويبقى السؤال المتكرر كل عام: ماذا وفرت الحكومات لسكان المناطق المعزولة والجبلية الأكثر تضررا من موجات البرد؟ ففي لبنان وسوريا والمغرب وتونس والجزائر والأردن يبدو حال سكان هذه المناطق النائية أشبه بلوحة صامتة معبرة عن تكرار الوجع والألم وتحديات العيش. ولذا نسأل في بداية حلقة اليوم: كيف يمكن أن يتبدل هذا الوضع وأن تتحسن أحوالهم وإن بقيت أحوال الطقس كما هي؟ نعم باسل، صحيح هذا الواقع المحزن نتحدث عنه الآن في العديد من الدول، الثلوج والسيول تجتاح الطرقات والبيوت الريفية، ولكن مع هذا التحركات الحكومية خجولة وغير كافية وفق سكان القرى الذين يطالبون باهتمام أكبر. في المغرب مثلا يعيش هناك سكان أو يعيش سكان بعض مناطق في موجة برد قارس، وخصوصا سكان المناطق الجبلية هناك. ومن جهة أخرى تقوم السلطات بعمليات إزاحة كبرى للثلوج مع تخصيص مساعدات عينية لسكان المناطق المنكوبة وخطط لتطوير المنشآت في هذه الأماكن. دعونا أولا نتابع تفاصيل أكثر من خلال هذا التقرير. ليس الجفاف وندرة الماء وبعد المدارس فقط ما يؤرق بصير المزارع البسيط في هذه القرية ضواحي الرباط، بل انخفاض درجات الحرارة وندرة الحطب وما يسمى محليا بالجريحة وتعني البرد القارس أو الصقيع، الذي يضر أيضا بمزروعاته وماشيته كما يحكي بنبرة حزن وأسف. البرد قتلنا، قاس على هذا قاس على اللي نوع له حتى الباين، ما كاين لا حطب ما كاين حتى شي حاجه والو، وما حنين هنا بزاف الا تاثر على الفلاحه وياثر على اي حاجه، ولا على لا كاين شي قطنيه ولا كاين شي حاجه، كتموت كاع الجريحه تقتلهم. قد تكون قرية بصير أفضل حالا من قرى سلاسل جبال الأطلس، حيث تنخفض درجات الحرارة لما تحت الصفر، فيما تعزل الثلوج قرى ومداشر عن أقرب مركز حضري يوفر خدمات التطبيب والتعليم وغيرها، معاناة زادت كثيرا من قسوتها التغيرات المناخية. هؤلاء السكان تتفاقم وضعيتهم كلما تغيرت الأجواء المناخية إلى الاشتداد إلى الحدة، بحيث أنه مثلا حينما تأتي الثلوج بشكل قياسي وتكون الأمطار كذلك كثيرة، فبشكل تلقائي تتعرض هذه الساكنة إلى المآسي. الحكومة المغربية تقول إنها وضعت استراتيجية خاصة لمواجهة البرد تستهدف حوالي 800 ألف نسمة في أكثر من 1800 قرية نائية، بتوفير الحطب وتنظيم قوافل طبية وتوفير سيارات ومروحيات للإسعاف وغير ذلك. فك العزلة عن الدواوير المستهدفة وتأمين التنقلات على مستوى المقاطع الطرقية المؤدية إليها،
والتي من المرجح أن تعرف انقطاعات بفعل التساقطات الثلجية. وقد تم في هذا الإطار تعبئة كل الآليات اللازمة والموارد البشرية الضرورية قصد التدخل الفوري كلما اقتضت الوضعية الميدانية ذلك. بؤرة ضوء تنيرها أيضاً منظمات المجتمع المدني بحملات تحمل اسم دفء وتضامن لجمع التبرعات من أغطية وألبسة وأدوية تدخل البسمة والدفء لأطفال وأسر شل البرد والثلوج آمالها وحركتها. حين يلتقي الفقر والعزلة بوعورة المسالك وقساوة الطقس والجغرافيا تتشكل معاناة من نوع آخر تستوجب جهوداً مدنية وحكومية لعلها تخفف بعضاً من قسوة ومعاناة البرد والعزلة. فاطمة بوغنبور الحرة، ضواحي الرباط. والآن نتابع هذا اللقاء الذي أجرته الزميلة فاطمة بوغنبور مع السيد جمال الديواني رئيس لجنة انقطاع القطاعات الإنتاجية في البرلمان المغربي للوقوف على الخطوات التي يتم اتخاذها بخصوص هذا الملف. بداية لابد طبعا نحمد الله على هذه التساقطات المطارية الأخيرة التي تأتي بعد فترة طويلة من الجفاف الذي يعني عانت منه مجموعة من المناطق بالمغرب، واستدراك هذا الخصاص الكبير الذي يعاني منه المغرب على مستوى طبعا المياه، لا على مستوى المياه السطحية ولا الجوفية. ما وقع طبعا على مستوى موجة البرد التي ضربت مجموعة الأقاليم، خاصة الأقاليم الجنوب الشرقية، منها من راشيدية، منها ورزازات، زاكورة، تنغير، واللي عرفت طبعا هاد يعني التحديات الكبيرة لمواجهة الآثار السلبية طبعا لهذه الثلوج. من جهة هناك أقاليم متضررة أكثر من أخرى، خاصة إقليم ورزازات بالضبط، واللي عارف طبعا واحد مجموعة ضواوير، عشرات الضواوير اللي عرفوا واحد العزلة تامة بسبب هذا سقوط ديال الثلوج. وأيضا قطاع التيار الكهربائي وبعض المناطق، أيضا الطرق التي تؤدي إلى المداشير والدواوير. الحكومة بعد توجيهات صاحب الجلالة طبعا اللي في رد فعل يعني لهذا الآثار السلبية لهذا الثلوج اللي تسقطت بشكل كبير واللي وصلت في بعض الأحيان متر و80 سنتيمتر، يعني في بعض المناطق كيقول لنا الناس ما شافوش هذه الظاهرة منذ يعني 50 60 70 80 سنة، وبالتالي كان تحدي كبير. ردة الفعل كانت سريعة من جهة تمكين واحد المجموعة من المتدخلين في العملية، خصوصا السلطات المحلية من جهة، وأيضا الجيش الملكي بتسخير طائرات ومروحيات اللي تنقلوا بعدد كافي للمناطق اللي فك هذه العزلة من جهة، وأيضا إمدادات الغذائية وإمدادات الماء أو الصالح الشرب وإمدادات التغطية، أيضا مواد للتغطية لتدفئة. كل هذا تم بشكل يعني سريع. هناك أطفال، هناك أيضا شيوخ، هناك حاجيات على مستوى الصحة وعلى مستوى التطبيب، واللي هناك مجهودات جبارة الآن يقوم بها جميع المتدخلين في هذه القطاعات، واللي أعطتنا أنه تدبير ديال هذه الأزمة العابرة إن شاء الله كيتم في أحسن الظروف. مجموعة قطاعات تتداخل لي في هذا الفعل التنمية القروية، لأن هناك قطاع الفلاحي بالدرجة الأولى لأنه هو كيغطي مجموعة ديال الأنشطة المديرة للدخل بالنسبة للعالم القروي من جهة، وأيضا على المستوى الاجتماعي وزارة الصحة، وزارة التضامن والأسرة، وزارة التجهيز والماء، وزارة أيضا يعني الداخلية بما لها من إمكانيات لتنزيل على مستوى المحلي الاستراتيجيات القطاعية المتعددة. الآن هناك تحديات مهمة جدا لابد
أن نعود لها. التحدي الأول بالنسبة للمجال القروي هو توفير طبعا البنيات الأساسية للعيش الكريم. المجهودات اللي كتقوم بها الحكومة اليوم وهي جبارة جدا بنظر لحجم الخسائر اللي تعرضت لها المجموعة ديال المساكن، عفوا أن أكثر من 9000 عائلة اليوم تعاني من هذا الانحباس يعني والأثار السلبية لهذا الثلوج، والتجنيد ديال جميع القوى الحية من طبعا ابتداء من القوات المسلحة الملكية اللي عندها تجربة ميدانية كبيرة في هذه العمليات الإنقاذ، وأيضا صندوق محمد الخامس للتضامن اللي دخل على الخط بالإمدادات وبالإعانات على مستوى يعني المجالي، وأيضا ما ننسوش سلطات الوصاية على المستوى المحلي اللي تجندت بكل يعني ما تتوفر عليه، خاصة على مستوى الأقاليم المجاورة للأقاليم المتضررة اللي عندها القرب الجغرافي واللي كتمكن من تحريك و استغلال أيضا الإمكانيات ديال الأقاليم المجاورة لإنقاذ هذا الأسر. العملية هي الحمد لله لحد الآن تسري بشكل إيجابي، ويتبين يوم بعد يوم أن وساعة بعد ساعة أن الأمور هي تحت السيطرة ولم تسجل إلى الآن خسائر يعني بشرية أو تضرر على مستوى السكينة، وهذا جد إيجابي وكيبين على الحنكة أيضا والتدبير ديال الأزمات للحكومة بينت على مرة أخرى على قدرتها على صد الصدمات وعلى تجاوز الأزمات. أتمنى إن شاء الله الإفراج عن هذه الدواوير في القريب العاجل، وأتمنى أيضا إعادة يعني حياة لهذه الأماكن النائية وأيضا العناية والرعاية بهذه الأماكن في المستقبل القريب. إذن هذا بالنسبة للوضع في المغرب، ولكن في أماكن أقل حظا تغيب المساعدات وتغيب معها الحلول. في الشمال السوري بات الحاضر الوحيد اليوم لدى معظم سكان المخيمات هو البرد والثلوج، وأصبح حطب التدفئة عملة نادرة. التقرير التالي سيعرفنا على عطية النازح في أحد هذه المخيمات. نعم، عطية يقطع رحلة يومية بين المخيمات التي يزيد عددها عن 1000 بحثا عن الحطب أو ما يتوفر من وسائل تدفئة بديلة. رحلة ثقيلة، أو كما وصف لنا في التقرير التالي بأنه مل منها، أو هي بالأحرى ملت منه. نتابع مشاهدينا أحد فصول معاناة النازحين السوريين في موسم البرد. نتابع. ملابس صوفية وعدة أغطية هي وسيلة التدفئة الوحيدة لعائلة عطية العاجز عن توفير الوقود بسبب غلاء أسعاره والباحث عن القليل من الحطب في رحلة يومية شاقة غالبا ما تكون نتائجها غير مرضية بالنسبة له. أنا ما عم بحسن بأمن حطب لأولادي أو مازوت أو شيء دف هالولاد، عم بطلع من بين هالجبل بلغيت عم بلم على نايلو كيس نايلو حطب هالبلغي بجيبه بشغله بهالبيت تنكي، صبحت ما عندي عم جيب تنكي وبشغلها. معاناة النازحين في فصل الشتاء شمال سوريا شيء ذكر كثيرا على وسائل الإعلام حتى ملها وملت على حد قوله، ومع ذلك ما زالت هذه المأساة تتكرر سنويا دون الوصول إلى حلول مستدامة يتمكنون من خلالها من قضاء فترة نزوحهم باستقرار. العالم ميت خالص، يعني أش من صار في المخيم قليل، يعني في كتير أمور ناقصة من ناحية المخيمون ومنطالب فيها ومندعي فيها وعلى 24 بس ما حدا بيستجيب إلنا خالص. وضعنا هون كتير صعب، وتعالوا تفرجوا على موجات البرد اللي عم تجينا والسقيع. حتى المأساة لم تعد عادلة معهم، هكذا يقول بعض النازحين هنا، فلم تتمكن المنظمات الإنسانية شمال غربي سوريا من تقديم مواد التدفئة إلى عشرات آلاف النازحين هذا العام. وبحسب الأرقام فإن أكثر من 1000 مخيم يواجه قاطنوه برد الشتاء القارص، والأكثر حظاً منهم من يستطيع استخدام وسيلة تدفئة بديلة.
مع كل بداية فصل الشتاء يوجد العديد من الصعوبات والتحديات التي تواجهنا، منها ارتفاع أسعار المواد، نقص في هذه المواد، عدم تأقلم خاصة المخيمات كمجتمع سوري على التعامل مع الحطب والفحم، وبالتالي حدوث العديد من الحرائق في الخيم. ارتفاع العالي للأسعار هو بالدرجة الأولى أحد التحديات. يعزو أخصائيون تكرار ذات المشهد كل شتاء إلى عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، فضلاً عن عدم وجود حلول فعلية لتلافي تلك الأضرار من قبل المنظمات العاملة في المنطقة. ومع غياب الحلول، هذا هو المشهد وهذه حياة السوريين، فليعتادوا على المأساة التي اعتادت عليهم كما يقول أحدهم. يرى أطباء في شمال غربي سوريا أن ازدياد إصابة السكان بالأمراض التنفسية يعود إلى استخدام وسائل تدفئة غير آمنة كحرق المواد البلاستيكية والملابس البالية بسبب أوضاعهم الاقتصادية المتردية وقساوة فصل الشتاء. يمان السيد، الحرة، محافظة إدلب. اليوم تعمل منظمات الإغاثة الإنسانية المحلية في الشمال السوري على قدم وساق لتقديم المساعدات لأهالي المخيمات وكذلك السكان المتضررين من أثار الزلازل. نعم باسل، وسط ظروف صعبة تبوء محاولات وصول المساعدات إلى المناطق الجبلية بالفشل في كثير من الأحيان نظرا لوعورة الطرق في ظل تساقط الثلوج وأيضا بسبب المنازل التي تهدمت أو تضررت. في هذا السياق مشاهدينا كان لنا هذا اللقاء مع محمد القناص مدير المنتدى السوري، نتابع. بعد حدوث الزلزال أعلن الاستنفار العام وانتشرت فرقنا بكل المناطق التي حدث فيها الزلزال في شمال غرب سوريا. حاولنا نقدم ما نستطيع لإغاثة الناس المتضررين من الزلزال، من خيام، من بطانيات، من سفنج، من وجبات أكل، وتم إنشاء غرفة عمليات ما بين كل المنظمات المحلية من أجل تنسيق العمل وإيصال الخدمة بأفضل جودة للمتضررين من الزلزال، والعمل ما زال مستمر من ذلك اليوم إلى هذا اليوم. إضافة إلى ذلك، في الأمس القريب حدث هزة أرضية أو زلزال أكثر قوته أكثر من 6 درجات على مقياس ريختر. أيضا زاد الوضع سوءا، يعني الناس كانوا جدا متخوفين أو عاشوا نصف شهر من الخوف، بعد ما عند حدوث الزلزال الآخر زاد الخوف، أثره النفسي وأثره المادي، خصوصا أثره النفسي جدا كان كبير على 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 المتضررين والناس التانيين. بالنسبة لواقع السكان في المناطق الجبلية، واقع بالأصل هو واقع ضعيف، يعني جدا ضعيف واقعهم الحياتي. ليش؟ بعد 12 سنة من النزوح والتهجير والقصف والدمار، وقعدوا في أن كثير ناس قاعدين في المخيمات في الجبال بهذه المناطق، وضعهم جدا صعب. إمكاني الطرقات، في كثير من الطرقات سيئة لحد الآن، هي طرقات زراعية تم إنشائها. وقت بصير ثلج أو أمطار غزيرة في كثير نقاط، في كثير مخيمات يصعب الوصول إليها من أجل تقديم الخدمات، فممكن تقطع الخدمات مؤقتا عاد ريتما يتم الوصول إليهم. أبرز الاحتياجات لكل السكان النازحين والمقيمين والمتضررين من الزلزال، وهلق نحن بهاي المرحلة نركز عليهم، يعني نطلب كل المنظمات المحلية والدولية تركز عليهم في أن شيء اسمه إعادة بناء، إعادة إعمار، إعادة إعمار خصوصا المباني التي تضررت والمباني المدمرة. هناك إحصائيات ألوف من المنازل المتضررة والألوف من ومئات من المنازل التي تهدمت، وهي الناس اللي قاعدة في مراكز إيواء وبعض المخيمات المؤقتة. فنحن كمنظمات لازم في المرحلة القادمة نتجه باتجاه توطينهم، اتجاه إعادة بناء منازل تليق بهم. بالنسبة للزلزال تداعياته كبيرة جدا، ويصعب على علينا تخيل التداعيات. ليش؟ لأنه نحن بعد 12 سنة من تهجير، من قصف، من دمار، في كثير ناس تركت بيوتها، في كثير ناس فقد أرزاقها، أراضيها، وظائفها، وحرب، حرب طويلة 12 سنة. بعدين في صار في عنا الزلزال من حوالي 15 يوم، وإجا في موسم الشتاء، في أثناء البرد الشديد وأثناء الأمطار الغزيرة، يعني الناس دغري نزلت على الشوارع، على الطرقات، على الحدائق العامة،
على أي مكان بعيد عن أي سقف في حياة يحفظوا حياتهم وحياة أولادهم ونسائهم. فهذا الأمر ومستمر، يعني نحن من أكثر من 15 يوم إلى اليوم في كثير هزات ارتدادية صارت. حجم الكارثة كبير كثير، علق الناس بشكل عام تترك بيوتها متصدعة، اللي غير حالة الخوف يقع عليها البيت كذا، في عندنا كثير مباني متصدعة في كل المنطقة في شمال غرب سوريا، فالناس بدها تقعد بأي خيمة بأي مركز إيواء، والخيم ما هي موجودة، يعني نادرة الوجود، وصعوبة وتصنيعها هون في الداخل السوري يحتاج إلى 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 وقت. وهذا الأمر يعني الزلزال هو لحظة، فنحن إذا ما كنا نحن والمنظمات الثانية المحلية والعالمية والدولية جاهزين حالنا أو نحط خطط، لأنه ممكن الزلزال يستمر تداعيات أكثر من يوم واثنين وشهر، فنحن نجهز حالنا بهاي الخيام والمخيمات حيث الناس تتقوى فيها في ظل هذه الظروف، وأكد على ظروف الشتاء والبرد. بالنسبة لإمكانيات توفير احتياجات الناس المتضررة من الزلزال، منظمات محلية اشتغلت من أول الساعات الأولى من الزلزال، تضافرت جهودها، ولكن الحجم الاحتياج كبير جدا، لا تستطيع المنظمات المحلية بقدراتها تلبية كل هذه الاحتياجات اللي هي متنوعة، من مسكن، من قيم، من حرامات، من اسفنجات، من طعام، فأنواع متعددة من الاحتياجات كاملة. فهي المنظمات المحلية لا يمكن لحالها أنها تلبي كل هذه الاحتياجات، وخصوصا إذا استمرت أكثر من شهر واثنين وثلاثة. فلذلك نحن منطالب المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليات، والمنظمات الدولية والمنظمات الأممية تجاه الشعب السوري، تجاه أكثر من 4.5 مليون إنسان يعيشون في شمال غرب سوريا. الشعب السوري في هذه المناطق يعاني من الفقر نتيجة النزوح، نتيجة الحرب المستمرة من أكثر من 10 سنوات، نتيجة قلة فرص العمل، حتى قلة الدعم الأممي المقدم لهذه المناطق. بالنسبة للواقع الحالي والواقع الكارثي اللي يعيشه الشمال السوري المحرر، تم تنسيق ما بين المنظمات المحلية لتغطية أغلب الاحتياجات أو ما تستطيع من تقديم من الاحتياجات، وتم مراسلة الداعمين الدوليين والأمم المتحدة من أجل تغطية هذه الاحتياجات. بعد قليل مشاهدينا سنستكمل ملفنا الرئيسي لحلقة اليوم عن موجات البرد وكيف يتم احتواؤها في البلدان العربية، ابقوا معنا. قبل الفاصل استعرضنا معكم تقارير ولقاءات من المغرب وسوريا عن كيفية احتواء موجات البرد هذا الموسم، خاصة في الأماكن النائية والبعيدة عن العواصم، وكيف يتم التعامل مع هذه الموجات من قبل الحكومات. دعونا الآن نتعرف على آراء المواطنين في تونس ولبنان حول هذه الأزمة المتكررة كل عام. ما عم بتساعد أبداً، العالم بردين، العالم يعني شو بدي خبرك، قاعدة بلا دفا بهالسقعات، يعني ما حدا عم بحس فينا، يعني بدنا مساعدات، العالم متضايقة على الآخر. بالنسبة لي أنا ما نعمل شيء، عندي ريشو ما خدموش لا شعلة كانو ولا شيء، خلابة بيعت هناك واحد يتغطى وكو بشكل عام كارثة، كوارث كيف يدفوا يعني يبي يحوشوا شوية حطب من شماط الحياة، ما نأمن له إن إحنا بطريقة غير مباشرة يعني بدون ما نأذي شيء يدفوا حطب أو شيء كان مظبوط، مش يدين يشرب ما حدا يدري يشرب مظبوط أبدا. والله الدولة التونسية موفرت لنا كل جازوفيل، ماذا ما حد شيء، شنو ما بيش وفر لك آخرة، شنو الحاجة بيش عاونك بها الدولة أبار جازوفيل بس عاديلك للديار بسخن دارك مثلا حسب الإمكانيات اللي عندك، يعني مالكم يقول لك فما ما عندهمش جازوفيل دبوس قاعد مسكين ديباني يروحوا كما جاء، يعني مثلنا مثل كل العالم، بس مثل ما بيقولوا ناطرين الفرج وان شاء الله ربنا بيغير كل هالاحوال. والله ايش باش نقول لك خويا، هي ساعه ماديات الحكايه، فما اللي دفى بالكانون، فما اللي بالريش، وكل واحد يعني كيفاش وسيله الدفاء نتاعو، فهمت؟ بون الدوله مش موفره خاطر الغاز ما فماش ديما، فهمت؟ ساعات كمرة في الشهر ترى كاميونة متاع غاز متعدية، فهم؟ وصغار يعني وبيبيات وواحد وبرد، والدولة ماشي موفرة يعني الغاز الكامل للشعب، فهم؟
وللمزيد حول الموضوع ينضم إلينا الآن في الاستوديو الأستاذ حسام شاهين، رئيس قسم الشراكات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مفوضية اللاجئين. أهلا بك وصباح الخير عليك أستاذ حسام. صباح النور. يعني بداية لو أمكن أن تطلعنا على آخر المعطيات حول واقع سكان المناطق الجبلية في المنطقة العربية خلال موجات البرد والثلوج التي نمر بها الآن. بالنسبة للوضع القارس الذي كنتم تتكلمون عنه، يعني موضوع الشتاء يؤثر كثيرا على اللاجئين والنازحين خصوصا، يعني نحن كنا نتكلم عن حاجات كبيرة لمساعدة اللاجئين والنازحين في المنطقة وخصوصا السوريين، ولكن بعد الزلزال الكثير من الحاجات التي طرأت، يعني كنا نحن نوزع الكثير من المواد لمساعدة هؤلاء اللاجئين والنازحين، يعني أكثر من 11 مليون لاجئ ونازح سوري لم يزالوا بحاجة إلى المساعدات، ولكن ما بعد الكارثة المؤسفة التي حصلت نحن الآن يعني نزيد المساعدات قدر المستطاع، ولهذا نوجه يعني طلب المساعدة من الدول والقطاع الخاص والمجتمعات المدنية، ونعمل يدا بيد لتلبية هذه الاحتياجات في جو قارس جدا، وخصوصا أن الزلزال حصل يعني في وقت كان يعني درجة الحرارة كانت أقل من صفر في الكثير من الأماكن وخصوصا الأماكن الجبلية. نعم أكيد. طيب بالنسبة لهذه الاحتياجات اللي تحدثت عنها خاصة نعم. في هذا الوقت تحديدا، ما هي أبرز الاحتياجات المشتركة اليوم ما بين السكان واللي قاعدين تعملوا عليها؟ يعني كما تعلمون هناك يعني حاجة أساسية اليوم ليس الخيم، يعني الخيم نحن نوزعها يعني نكمل التوزيع قدر المستطاع مع الشركاء، ولكن هناك حاجة يعني بسرعة أن نؤمن المأوى الدافئ قدر المستطاع، فلهذا يعني نصحب الخيم بالكثير من البطانيات والمواد التي تساعد على التدفئة. لابد من أن نذكر بأن هناك الكثير من الحاجة للمواد الغذائية، وخصوصا أنه أسعار المواد الغذائية كما تعلمون يعني ازداد كثيرا في الآونة الأخيرة. كيف تؤثر الارتفاعات في أسعار المحروقات على إمكانية توفير مثل هذه الاحتياجات، احتياجات التدفئة بالتحديد؟ للأسف كثيرا، ولكن هناك أيضا تحدي أكثر يلي هو إيصال هذه المواد بسرعة، يعني مع الطوابير التي تذهب الآن إلى الشمال السوري وسوريا ويعني المناطق الأخرى وأيضا تركيا، هناك قد يكون هناك أحيانا بعض التأخير في إيصال هذه المواد لأنه الحاجات كثيرة جدا جدا، يعني والكل يأمل بأن يعني عمليات الانتشال لا تزال مستمرة، ولكن موضوع التدفئة وموضوع المحروقات هو مهم جدا، ولا بد من أن نعجل يعني كمجتمع إنساني ومجتمع مدني في إيصال هذه المواد بقدر المستطاع. طيب هو إحنا مش نخصص الحديث فقط عن سوريا وعن الأزمة اللي حصلت صح. بعد الزلزال، ولكن حتى عن مناطق أخرى مثال نعم. عنا تونس، عنا لبنان، كذلك عنا المغرب، يعني والمناطق الجبلية اللي فيها واللي تعاني من هذا البرد ممكن في ظل يعني عدم توفر المحروقات أو صعوبة في توفر المحروقات نعم. فكيف الوضع بالنسبة لهذه البلدان الأخرى؟ يعني الوضع 100%، يعني الوضع هو يعني بشكل شامل هو يعني تحدي كبير، يعني حتى في الدول التي هي عادة تستطيع تأمين هذه المحروقات في أوروبا نشهد اليوم يعني الكثير من التحديات في الأسعار، فما حال البلاد التي أصلا تعاني من أزمات يعني اقتصادية مستمرة، ولكن لابد من يعني عطول لابد من يعني تسليط الضوء على الأشخاص الأكثر عرضة لهذه التحديات، وهم الأشخاص الذين تركوا منازلهم وقراهم ومدنهم وهم اللاجئون والنازحون. طيب هل هناك خطط واضحة في مناطق مختلفة حول العالم العربي كما ذكرت رغدة الآن للتعامل مع هذه الظروف وتأمين احتياجات المواطنين في هذه المناطق المعزولة والنائية؟ يعني هناك يعني دعوة
عامة، وقد صدر يعني دعوة عامة في من أممية بأنه أن يكون هناك دعم بأكثر من 1.2 مليار دولار بشكل اضطراري، والآن وخصوصا في ظل الأزمة. يعني برجع كمان لموضوع الزلزال، لأنه هو الأكثر يعني الأكثر حاجة اليوم، يعني الأشخاص المتضررين منه. ولكن بشكل عام منطقتنا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاجة للدعم الكثير الاقتصادي، ولكن خصوصا للأشخاص الذين نزحوا ولجأوا والذين تزيد أعدادهم. يعني احنا اليوم نتكلم في المنطقة أكثر من 60% من اللاجئين حول العالم موجودون في منطقتنا في الشرق الأوسط، والكثير منهم من النساء والأطفال. فلا بد دائما من التذكير في ظل الأزمات المتكررة، إن كان من أوكرانيا إلى اليوم في الزلزال. يعني نعم، في ظل ضعف التبرعات الآن، أكيد هناك يعني الكثير من الناس تكاتفت في هذه الأزمة طبعا، ولكن صحيح. ما زال هناك ضعف في التبرعات. ما هي الحلول اللي من الممكن أن تتوفر في هذا الحال؟ سؤال ممتاز. يعني هو لابد من أن يعني تتضافر الجهود الدول ما بين الدول والقطاع الخاص والأفراد يعني بشكل كامل، ولابد من أن يعني يكون هناك خطط دائما لحالات الطوارئ. كما ذكرت سابقا، يعني هو كان من المتوقع أن يكون عدد اللاجئين حول العالم أكثر من 103 مليون شخص يعني بحلول بداية السنة. اليوم نتوقع أكثر من 120 مليون شخص لاجئ ونازح حول العالم. فلا بد من أنه يكون هنا، والتبرعات دائما لا تكفي، فلا بد من تضافر يعني الدول، تبرعات الدول والمنح التي تعطيها هذه الدول، ولكن أيضا أن نفكر خارج الصندوق إذا صح التعبير، وأن نعمل يعني كمجتمع مدني وكقطاع خاص لإيجاد الحلول ومساعدة هؤلاء الأشخاص للعمل والذهاب إلى المدرسة وأيضا الجامعة على المستوى البعيد. فنحن نتكلم دائما عن حلول شاملة نتطلع فيها إلى العشر سنوات القادمة، وهذا الذي نطمح له. يعني طيب، حدثني أيضا أستاذ حسام عن التضافر في الجهود بين المجتمع المدني وبين الحكومات التي تقوم بما تستطيع، ولكن هذا الدور ربما يكون تكميلي بين المنظمات المدنية والحكومات. كيف هو هذا الدور وكيف يحدث هذا التواصل بين الجهتين؟ كمفوضية لاجئين يعني نحن نعمل دائما مع المجتمع المدني على الأرض. يعني على سبيل المثال الحصر في لبنان عندنا أكثر من 100 شريك مدني محلي، وأيضا في الأردن وفي تركيا وفي الكثير من المحلات. فنحن نعتمد كثيرا على المجتمع المدني والأهلي المحلي في البلدان، لأنهم يفهمون يعني المحتاجين ويفهمون كل تفاصيل الحياة في هذه البلدان. ولكن الذي نطمح إليه هو إشراك القطاع الخاص بشكل أكثر مع هذا المجتمع المدني، وهذا يعني يحصل الآن على سبيل مثلا نتكلم عن التدفئة. يعني الطاقة الشمسية المجتمع يعني القطاع الخاص الآن يؤمن الكثير من المساعدات في موضوع الطاقة الشمسية للمحتاجين، إن كان يعني المستضيفين يعني الدول المضيفة يعني لبنان الأردن تركيا وأيضا في شمال أفريقيا، ولكن أيضا يعني نطمح لأنه يكون هناك تعاون لإيجاد العمل لهؤلاء الأشخاص، وخصوصا النساء التي هن يعني عادة هن يترأسن العائلات ويعلن العائلات في هذه الحالات الصعبة. نهاية، أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا الأستاذ حسام شاهين رئيس قسم الشراكات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مفوضية اللاجئين. شكرا لك. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا، هذا بالنسبة لما يأتي مع فصل الشتاء من معاناة تصيب الفئات الضعيفة أو المستضعفة من سكان عالمنا العربي. أما في ركن آخر في المنطقة فهناك فئة تعاني طوال العام. في موريتانيا تشير دراسة حديثة إلى أن ثلثي الأطفال هناك يعانون من مرض فقر الدم، وفقر الدم هو حالة ناتجة عن نقص الحديد في الدم، ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة بما في ذلك التعب والضعف وانخفاض الوظيفة الإدراكية. نعم باسل، وتأثير انتشار فقر الدم ما بين تلك النسبة الكبيرة من الأطفال أمر مثير للقلق، حيث يمكن أن يؤثر على صحة وتطور الجيل القادم بموريتانيا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
نبقوها سيدة موريتانية تبذل جهودا مضاعفة لتحسين صحة ابنها الذي يعاني من أمراض عدة تعود في أغلبها لسوء النظام الغذائي الناتج عن محدودية الدخل الذي تعيش منه هي وأسرتها، الأمر الذي يدفعها لطلب مساعدة المنظمات الإنسانية لتوفير احتياجات ابنها من العلاج. هذا الطفل ينعان من ذاك فقر الدم الذي هو دواء حالة ندوة تانسيو والأعصاب قدامكم هو اللي ينعان منه وأنا مولي كيفه ونقوم يستهموا بينا ويعدلون حال في نقص التغذية وقلت مد لأنها عندها دواء ما عندها مرجع إلا الله. منظمات عدة تحاول العمل على مؤازرة العائلات التي تعاني من الهشاشة والتي تقول بأنها تنعكس غالباً على أوضاعها الصحية بشكل لافت. سوء التغذية منتشر، منتشر في الأطفال وفي النساء خاصة، وإحنا كجمعية اللي تدافع عنه هو حق المرأة وحق الطفل، إذا أنا على الأقل تنضمن لهم صحتهم، تنضمن لهم معيش يقدي يليق بهم، يسوى قاع وشن وشي بعد يعود يحد من ذوي الأمراض اللي في الحقيقة فيهم، وإحنا ما لنا معدلينهم أمراض، إحنا نقول ولا ضعيف، طفيل ضعيف، والله مرية ضعيفة. أرقام تحدثت عنها منظمات دولية تشير إلى ما يربو عن 50% من السكان متضررين من سوء النظام الغذائي، نسبة شكك فيها أطباء، لكنهم في الوقت ذاته حذروا من العواقب الصحية والاجتماعية لسوء التغذية. الوضعية كيف ما كانت، الأطفال موجود فيهم هذا النوع، موجود خصوصا يكثر أكثر في الداخل في المناطق النائية اللي ما موجود المستويات الاقتصادية فيها أحيانا متدني، بالتالي يتواجد في هذا النوع من الأمراض، ولكن بهذه النسبة اللي المخيفة اللي ذكره هو لم يصل الموضوع لهذا الحد. وكانت ممثلية منظمة اليونيسف في موريتانيا قد صرحت أن 50% من النساء تعاني من فقر الدم، بالإضافة لوجود طفلين من كل 3 أطفال مصابين به. تنعكس الهشاشة الاقتصادية في مدن موريتانيا على الأوضاع الصحية لسكانها، الأمر الذي دفع الحكومة ومنظمات دولية لتنسيق عمل مشترك للحد من مخاطرها. طيب الغوث الحرة، نواكشوط. مشاهدينا بعد الفاصل، قاعدة 10 سنوات غير حياتك كل عقد، ابقوا معنا. طيب خلونا نبدأ هذه الفقرة بسؤال ربما يبدو غريب ولكنه في النهاية سؤال حقيقي. هل يوجد تاريخ انتهاء للوظيفة أو المهنة التي نقوم بها؟ هل هناك مدة صلاحية لهذه المهنة؟ طبعا غريب جدا أن نستخدم مثل هذه المفردات في هذا السياق، خصوصا وأنها عادة متعلقة بالطعام، ولكن يبدو أننا يجب أن نفكر بنفس الطريقة فيما يخص أعمالنا. نعم، هذا على الأقل ما يقوله الكاتب وخبير السعادة أيضا آرثر بروكس، والموجود حاليا في جامعة هارفارد، الذي يدعو في دراسة قام بها إلى تغيير العمل كل 10 سنوات. آرثر تجول في المهن وكأنها مناطق سياحية طيلة حياته، كان موسيقيا لمدة عقد في العشرينات من عمره، ثم أصبح أستاذا جامعيا لمدة 15 عاما أخرى، بعدها تولى منصب رئيس American Enterprise Institute غير الربحية لمدة 10 سنوات. كما يعتقد أيضا الطبيب والباحث ديفيد ساكت المشهور بأنه أحد مؤسسي حركة الطب القائم على الأدلة في 70s and 80s، أنه بمجرد أن تصبح خبيرا في شيء ما يجب أن تتركه وتبحث عن غيره. نعم، والأسباب هنا تضمنت حقيقة أن الخبراء غالبا ما يؤخرون التقدم، لأنهم عادة ما ينتجون أفكارهم الجديدة قبل وقت طويل من قبولهم كخبراء، وبعد صعودهم إلى الخبرة يقضون بقية حياتهم في الدفاع عن أفكارهم السابقة، إلى جانب هذا الأساس الموضوعي لعدم الجلوس على أمجادك كخبير، على حد تعبير ساكت هنا. جدل الباحث أنه بمجرد أن تتقن مجالا ما يجب أن تنتقل إلى مجال آخر واللي ممكن يكون أكثر أهمية لك. عموما لتجربة هذه القاعدة عمليا، سألنا الناس واستفسرنا من الشارع العربي حيال هذا الأمر، وإن كان الناس مستعدين فعلا لتغيير أهدافهم كل 10 سنوات، وما مدى تقبلهم لفكرة تغيير مهنتهم كل 10 سنوات أيضا. دعونا نتابع آراء الناس.
بدل حياتي كل 5 سنوات. مش مليح الانسان يبقى دائما في ريتم واحد ويكون عنده اهداف واحده. صح من داك كاين اهداف لازم يكونك فاهم، زعما تكون مقدر تحب دير لي ديبلومك فاهمني، هذاك شغل اهداف تستاهلك فاهمني. والله هي يعني فكره انه الانسان في كل مرحله عمريه يعيش بيها اكو فد هدف واكو فد غايه الانسان لازم يحققها. ف100% طموحات الشخص من يكون انه مثلا على سبيل المثال بعمر ال20 تختلف عن طموحات واهداف الانسان مثلا بعمر ال30 او عمر ال40. فالشخص كل ما يتقدم بالحياه راح يعرف هدف الحياه اللي هو عايشها بصوره ادق وبصوره اصح. انا مع الفكره انه لازم نبدلوا خاطرش باش ما يغلبش علينا الملل وزيد هذاك الاحتراق الوظيفي. ديجا كاين بزاف لهنا الناس في الجزائر اللي شغل يريح في وظيفه ومن بعد خاطرش هو لازم يحب لا ستابيليتي ويحس بالامان باللي خلاص كاين وظيفه كاين سالير كل شهر منا، يقول لك ما كان لهم بدلها ونعاود نبدا من الزيرو. مينو خاطرش كون يبقى هكاك يصرى له احتراق وظيفي وعبت عيانه بزاف. اكيد يعني هاي النظريه صحيحه، المفروض يعني المفروض الانسان يكون توجهه بهذا الاتجاه. بس الحقيقه انه احنا في مجتمعاتنا يعني خصوصا احنا يعني نحكي عن تجربه بالمجتمع العراقي، احنا مستحيل نقدر نغير هذا الكون دائما هسه ما زال هذا الشيء موجود. يعني احنا نطمح، احنا نقول اعمارنا صارت كبيره بس نطمح بالاجيال اللي موجوده يا ريت يكون هذا توجهها، لان الوظيفه في الشيء قاتل ومميت. انا مدابيه كل مره كل مده نبدل اهدافي للاحسن، مدابيه نزيد نطور معاهم وهدينا نحسها لبوم. وانا شخصيا مدابيه لاني مدابيه نزيد نحقق اهداف واحده اخرى، اذا ما فشلت في هدف معين نقدر نغيره بهدف اخر، وهذه حاجه مليحه ليا وننصح بها الاخرين كي يشوفوا هدف احسن من الهدف اللي كانوا دايرينه في حياتهم يتقدموا له. وتنضم لنا خبيرة التنمية البشرية وأعداد القادة مروة كرورة. أهلا بك، صباح النور عليك. صباح الأنوار. في البداية ومن خبرتك أستاذة مروة، أنت خبيرة في هذا المجال بشكل كبير، يعني إلى أي مدى شايفة أنه الكلام هذا صح؟ ممكن أنه مفروض تغير مهنتك كل 10 سنوات، قاعدة ال10 سنوات وارد وما نقدرش نعمم. زي ما دائما بقول التجربة الإنسانية ما ينفعش يكون فيها الإطلاق، عندنا qualitative و quantitative data، بس ده مش معناه أن كل البشر مفروض يتبعوا القاعدة دي. ليه؟ أنا شخصيا غيرت my career 3 times، فمن مهندسة ل investment banker ل إعداد قادة وتطوير ذات. تغييرات جذرية تماما، مش تحول بسيط ابدا. ولكن المده تعتمد من 5 8 12، ففي فرايتي. ولكن الهدف مش اني اغير الوظيفه، لاني اني اهرب من دي مشكله لازم اسعى الى. لما أكون في وظيفتي اللي أنا موجود فيها وصلت للكاب بتاعها، خلاص بقيت مشبع، بقيت متمكن إلى أقصى درجة، وأنا شخصية فضولية، عندي اهتمام بالتطور، عندي اهتمام بالتغير، عندي قدرة عالية جدا على الأدابتيشن للتغيير، معناها لازم أغير. ولكن لو أنا شخصية نمطية لطيفة ظريفة عايشة الحياة بهدوء، مهم جدا بالنسبة لي إن يكون في سلاسة في التواجد، الأفراد اللي بشتغل معاهم والعلاقات الإيجابية مهمة جدا بالنسبة لي، لا أستمر في عملي ما فيش أي مشكلة. يعني في الآخر إحنا بنقول إن ده بيعتمد على شخصية البني آدم تماما. طيب الواحد يعرف هو شخصيته إزاي؟ منين؟ إزاي يقدر يحدد إنه مش هياخد مخاطرة كبيرة قوي لو عمل الموضوع ده بالنسبة لشخصيته؟ عندنا 5 حاجات يا باسل، لو قسناها هنلاقي نفسنا بنعرف ناخد الرد لينا بمستوى شخصي بطريقة واضحة جدا. أول حاجة، هل المكان اللي أنا بشتغل فيه بيديني مشاعر إيجابية؟ أنا بروح الصبح مرتاح مبسوط حابب أروح. هل المكان اللي أنا بشتغل فيه فيه علاقات إيجابية؟ مش بالمطلق مش كله إيجابي، ولكن عندي ناس، عندي زملاء، عندي مدير، عندي خبراء بتعامل معاهم بطريقة إيجابية. هل المكان اللي أنا بروحه ده بيديني معنى؟ معنى ممكن يكون مادي، ممكن يكون معنوي. هل في معنى للي أنا بعمله ولا لا؟
هل في انسيابية في أدائي الوظيفي ولا لا؟ آخر حاجة، هل عندي درجة من إشباع رغبة الإنجاز؟ لو أنا عندي كل دولة ومرتاح أكمل، لو أنا عندي خلل في أحد العوامل دي لا، يبقى ده الوقت اللي أنا محتاج أفكر فيه. هل أغير المكان ولا أغير الكارير؟ ده سؤال فعلا، لأن ده حاجتين مختلفتين تماما. أغير الكارير لو المعنى مش محقق والإنجاز مش محقق. أغير المكان لو ما عنديش علاقات إيجابية وما عنديش علاقات مشاعر إيجابية وما بحسش بالتناغم والإنسيابية في حياتي داخل بيئة العمل. ليه؟ لأن لو المكان ملهوش معنى بالنسبة لي، أنا لما كنت بشتغل مهندسة ما كانش فيه أي معنى لوجودي في هذا المجال. أنا اشتغلت مهندسة عشان أمي وأبويا وإخواني وكل العيلة ونملك شركة هندسية، ده بدون معنى بالنسبة لي. ولكن لما انتقلت للإنفستمنت بانكينج المعنى تغير. اشتغلت في الإنفستمنت بانكينج ونجحت واتطورت، بس ما كانش فيه معنى إنساني، كنت بتعامل مع أرقام، فالمعنى هنا كمان ما تحققش. وأنا شخصية الواقع الإنساني والتجربة الإنسانية بالنسبة لي مهمة جدا، فالأرقام ما كانتش صحيحة، فانتقلت دي اللي أنا بعمله النهاردة وموجودة معاكم. وبالتالي لو المعنى لم يحقق أغير الكارير. طيب أنا عندي سؤال، هو يعني يمكن يبان سؤال خطير جدا، وهو أعتقد أنه خطير لأنه لما بنعمل تحول جذري بالمنظر ده، هل إحنا بنبدأ من الصفر؟ لأن ده ممكن يكون عامل مخيف جدا لناس كتير جدا إن هم يحولوا المجال طبعاً. هل ببدأ من الصفر؟ هل برمي كل شيء تعلمته؟ ولا في نوع من الاستفادة من هذه التجارب؟ يعتمد. لأن لو أنت عندك كارير شيفت تقني هتبدأ من الصفر. من هندسة الانفستمنت بانكينج بدأت تكنيكلي من الصفر. من الانفستمنت بانكينج للحالة الإنسانية اللي أنا بعيشها كل يوم بدأت من الصفر. مادياً من الصفر؟ مادياً لا، ولكن واحد لما بيغير مجال بيبدأ في مرتبة أقل بكثير من اللي هو كان عليها في المجال اللي هو خبير فيه. لا، ليه بقى؟ لأن المؤسسة بتدفع لخبراتك الإنسانية وخبراتك السوفت سكيلز بتاعتك بالإضافة إلى خبراتك التقنية. وبالتالي لو أنت شخص عندك قدرة عالية جدا على التفاعل مع بيئة العمل، سبت بيئة العمل الماضية بجدارة، مش لأنك هربان منها ولا إنك ساعي لمؤسسة تانية، ده كله تمنه فلوس. وبالتالي لما عملت كارير شيفت من الهندسة للإنفستمنت بانكينج أنا ما بدأتش أناليست بسيط، أنا أخذت مانجيريال بوزيشن، أثبتت ذاتي، عطيت مساحة من الخبرات اللي أنا اكتسبتها والسوفت سكيلز اللي أنا اكتسبتها في المجال الجديد. أوكي؟ ولكن ساعات كتير قوي بنتهور في الكارير شيفت وبنرضى بحاجة قليلة قوي بس لأني عايزة أسيب اللي أنا موجود فيه. وهو ده الفرق بين الهروب من والسعي إلى. ما روحش خالص أبدأ تماما من الصفر لأن ده هيشكل لي إحباط معنوي ومش هقدر أنجح. ولكن أبدأ أدخل في الكارير شيفت بتاعي من مساحة ومن مدخل أستخدم فيه قدراتي مع السوفت سكيلز وأبني معاها التكنيكلز. السوفت سكيلز عشان نقدر نعرفها كويس هي العلاقات الإنسانية، طريقة التعامل مع البشر. بالضبط، طريقة التعامل مع البشر، طريقة مش تفاصيل المهنة التقنية. بالضبط بالضبط. ما هي الفئات اللي من المستحسن أنها تطبق هذه القاعدة أو هي الأكثر حاجة لتطبيق هذه القاعدة في حياتها؟ كل الفئات. لأن لو إحنا هنقول الشباب هنقول له لا، تمسك بالوظيفة اللي أنت مش لقي نفسك فيها علشان المستقبل وعلشان النمط التفكيري. بالضبط. أنا بضيع من حياته فترة طويلة جدا جدا جدا. أنا أولادي غيروا الجامعة بتاعتهم مرتين، مفيش أي مشكلة. ولكن هل هو تغيير لأنه مهمل ولأنه اكتشف إن البيئة أو المجال اللي هو بيشتغل فيه غير مشبع
وغير كافي إنه يطبق مهاراته وإبداعاته وشخصيته في هذا المكان. لأن في فرق شاسع إن أنا أغير لأني مهمل، لأني ما بصحاش بدري وما بروحش، أنا بتكلم طبعا في فئة الشباب، وإني أنا مش منتمي للمكان ده ولأني أصل فلان مضايقني ومزعلني، لا ده هروب. لازم لما أغير الكارير بتاعي لأني اكتشفت حقيقة إن الكارير ده لا يمثلني. نجاحات وأنا ناجح مش وأنا فاشل، لأن لو أنا فاشل في الكارير معناها في عوامل تانية. لو أنا شاب ندخل بقى في مرحلة الوسط، الوسط منتصف العمر، هنا أنا أوريدي حققت إنجازات، أوريدي نجحت واتطورت وترقيت، فعلشان أعمل كارير شيفت لازم يكون علشان خاطر أكتسب حاجة أعلى من اللي أنا موجود فيها، أكبر من اللي أنا موجود فيها، مش يكون الكارير شيفت بارالل، يكون على الأقل في وان ستيب أب فكريا معنويا أو حتى ماديا. حتى ماديا بالضبط. آخر حاجة بقى النهاية في أني أنا أستمتع. الشيفت بتاعي لازم يكون في المتعة. لو أنا وصلت لسينيور بوزيشن. هي معادلة بالتأكيد واضحة، ولكن أعتقد تطبيقها محتاج وقت، على الأقل علشان الواحد يضمن أنه بيختار المجال ده بحكمة شديدة جدا. صحيح. ما يضطرش أنه هو يرجع تاني في قراره في نص الطريق ويكون المسألة أصعب كتير أنه هو يعود حتى للمجال اللي هو خبير فيه. حي أنا وفاء، شكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا هذا الصباح. الخبيرة في التنمية البشرية وإعداد القادة الأستاذة مروة كرورة، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. وبهذا مشاهدينا وصلنا معكم لنهاية حلقة اليوم، إلى اللقاء. بإمكانكم أن تراسلونا بآرائكم ومقترحاتكم على مواقع البرنامج. دمتم في رعاية الله.